بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الطعن في الخلافة هذا ضلال، لأن الرافضة يقولون الخليفة بعد رسول الله هو علي وهو الوصي، وأن الصحابة ظلموه واغتصبوا الخلافة ويلعنون أبا بكر وعمر ويسمونهما صنمي قريش، فهذا لا شك أنه ضلال وكفر ومخالفة للإجماع. فالخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وأبو بكر هو أفضل الخلفاء.